Amer, can you hear me? Good morning, yes, I hear you. How are oh, you? Yes, I am okay. How are you? I am fine, thank you. Mm, thanks, God. I am fine. What Amir? Thank you. Okay, amazing. Okay. You have been busy lately. What have you done, Amir, to be busy? بدنا نشتغل شوي على الرايتنج وعلى الليسنج لانه اه على مدى اخف من غيره امم وبصراحه الرايتنج هو الاهم اوكي okay. لان انا uh. اه جبت يعني جبت ال 50 جبت عملت موك جبت 50 uh. بالسبيكينج. اه بالرايتنج جبت كمان 45 بس بالليسينج وبالرايتنج تحسنت جبت سيرتي بالرايتنج طيب بس شوي كمان سامرايز ذا باسج اه انا صراحة عم أنا شدد كثير على الديكتيشن على الديكتيشن امم اوكي بس بتساعد بريبيت كمان انت mm. عم uh, تعمل فري تيست صح؟ موك تيست آه برافو أوكي طيب لنبلش عامر نحكي عن رايتنج ذا essay يعني بصراحة أنا بعتبر رايتنج ذا essay هو الأهم أه، وما ننسى أكيد السامرايزيشن والريتيلينغ وبس الأهم هو الرايتنج لأنه كتير من الطلاب بيعانوا بالرايتنج وما بيعرفوا أصلا كيف المفروض تنكتب الأسي وكيف الطريقة وشو لازم أنا المفروض أعمل طبعا أكيد عامر الأسي مثل مثل الباراجراف مثل مثل الريبورت مثل مثل الارتكل آه. أكيد في طريقة معينة وتكنيك وشكل معين. في شيء عم هو كنت انا عم عم بشتغل بالرايت فروم مثلا في في اجتني سنتنس كان عم أقول فيها انه ذا كينج باتل زانزا ساوس كينج فانا كتبتها كلها فكان عم الكابيتال يعني الكينج كان اول كي كان كابيتال والساوس كان كابيتال فانحسبوا علي كلهم غلط اكيد فالكابيتال اذا فيك تمرق لي اياهم كابيتاليزيشن والله يا عامر اي وين اه ما هو على فكره عامر كابيتاليزيشن بكل يعني بالسمرايزيشن وبالرايتنج ذا سنتنس الكابيتاليزيشن هي رول المفروض تطبق على الكل <applause> طبق على اي piece of writing انت اذا بدك تكتب اي piece of writing حتى لو كانت sentence لازم تحط بعين الاعتبار الكابيتالايزيشن هل ابظن انا عندي درس الكابيتالايزيشن uh, بس خليني ابرم uh, على عهد يمكن ما اكون قادر اوكي okay. let me write let me search about capitalization just to be able to find it capitalize no match اه اظن بالwriting انا حاطه بالwriting اه بتذكر بالwriting uh, لانه اكيد بخص الwriting بspeaking ما حدن حيعرف إذا حتعمل capitalization او لا so this is writing course uh, capitalization برافو اوكي هلا كابيتالايزيشن نحن بصراحه عامر بنستخف فيها بنستخف بالكابيتالايزيشن وبنستخف بالرول كابيتالايزيشن في ايميلز عامر في محل بالسبجكت بالايميل اذا ما اخذت الكابيتالايزيشن بعين الاعتبار يسقط الايميل حرفيا فاحيانا يمكن انا ابذل جهد اكتب ايميل كامل بحاله والاي اي سيستم بيرفض الايميل بسبب انه أنا مش مطبق الكابيتالايزيشن رول. طب إمتى أنا بستخدم الكابيتالايزيشن رولز؟ Rules؟ أوكي okay. Now let's check the Capitalization Rules and let's try to uh, keep them uh, in our mind. أوكي okay. أول أول رول بتقول عامر أنا إذا بدي بلش أي سنتنس خليني أفتح البيت. أول شيء إذا بدي بلش أي سنتنس لازم أول حرف من بداية كل سنتنس يكون capitalized So always capitalize the first letter in a sentence هاي إذا بتلاحظ الإكزامبل هاي دي سنتنس ولأنه سنتنس فأنا لاحظ ذا التي لأنه أول شيء ببداية السنتنس أنا عملت التي capitalized وحتى لو الشرح كاتبين الشرح ال always لاحظوا الأي هي capitalized ليش؟ لأنه سنتنس وبرجع بقول عامر سنتنس مو فريز مو كلاز اكيد الكلاز والفريز بيختلفوا عن السنتنس وطبعا لما حكينا عن انواع السنتنسز ان ابسط سنتنس هي لازم تكون سبجكت وفيرب واوبجكت ما في اوبجكت اكيد لازم تحط كومبلمنت فهي تسمى سنتنس فاي ببدايه كل سنتنس uh, 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 اول حرف من بدايه الكلمه لازم يكون كابيتالايزد فهي اول رول للكابيتاليزيشن هاي كمان example فلاحظ انه they all got very wet so they all this is the subject this is verb got very wet is the complement او the uh, adjective and adverb so notice the they it the should be capitalized اوكي اوكي فهي اول rule كمان بال writing the sentence او summarizing او حتى writing the essay اكيد لازم حط هالشيء بعين يعني الاعتبار كالبنكتويشن ماركس واحده من اهم الرولز بالرايتنج كمان اكزامبل لاحظ سكينج از سو ماتش فان سو الاس بسكينج لانه ببدايه السنتنس فالمفروض تكون كابيتالايزد اوكي okay. هلا الرول 2 بتقول uh, طبعا اول رول اجين اولويز كابيتالايز ذا لتر ان ا سنتنس هلا الرول 2 الرول 2 بتقول اولويز كابيتالايز ذا نيمز and proper nouns فدائما إذا عندك a proper nouns أو names the first letter should be capitalized أكيد في عندي examples فشوف ال example شو بيقول بيقول we visited Paris last year أول شيء ال W أنا عملتها capitalized لأنه بداية أول بداية أول sentence اتنين we visited Paris لأنه Paris هو اسم مكان a proper name ودائماً بأسماء المكان أول حرف لازم يكون capitalized okay? okay so this is the next rule about capitalization this is another example we think مافي is sad مافي هو اسم معين أكيد أسماء أشخاص أسماء أماكن أسماء حيوانات فأنا المفروض اللتر يكون capitalized we think مافي is sad لأنه Uh, uh, موفي is a name I have to common noun بسموه common noun I have to capitalize the first letter. Okay هلا شوف بصراحة أنا هالرولة كتير بحبه اللي بتقول when we use a name these names like mom dad grandparents grandfather you have to capitalize the first letter. فدائما عامر ليش؟ لأنه أكيد بيعتبروهم ناونز uh, 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 فأنا المفروض إذا بدي أشير لأي فرد من العائلة لازم شيره كابيتالايزد يعني شوف الاكزامبل شو بيقول I love طبعا أول شي الأي هي كابيتالايز لأنه ببداية كل سنتنس I love going to the park with mom شوف هلا المام أو المذر لاحظ الأم هي كابيتالايزد فأنت إذا بدك تكتب مام أو مذر Uh, 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 dad أو father grandfather أو grandpa grandmother أو grandma فالمفروض الحرف الأول يكون capitalized when can I go طبعاً the when هي capitalized لأنه بداية سنتنسة جديدة when can I go fishing with grandpa أو grandfather فأكيد أنا الجي should be capitalized okay, okay. so this is the third rule about capitalization. now let's talk about the uh, the second rule. now the third rule is saying always capitalize days. عطول يا عامر لازم uh, إذا بدك تحكي عن الأيام والشهور فالمفروض الحرف الأول يكون capitalized. مثل Monday, Sunday, Tuesday. Monday الحرف الأول لازم يكون capitalized عطول. ليش؟ بسبب إنه day. وحتى المانس مثل June. لاحظ الجي أو جولاي هي capitalized، March for example, the M is uh, capitalized. So all the time if you want to write any day, any month, أو holidays طبعا national holidays مثل الفطر السعيد، الكريسماس، فأكيد الكريسماس الحرف الأول لازم يكون capitalized. وأي عيد وطني أو نحن بنسميه عطلة وطنية فكمان الاسم لازم يكون Capitalized. This is an example. So notice he went to the library on Tuesday. Our she akid H laanubi diet kill sentence capitalized with Tuesday, la annu day, fati la kun capitalized. Okay. Another example. Now this example here is about months. I love when it snows in January. So notice that January is the name of the month. The J should be capitalized. Will I? طبعا عامر لخبرك شيء عن الاي I. دائما على طول لما تكتبها لحالة على طول لازم تكتبها capitalized وين ما اجت. اما اذا كانت الاي ضمن word مثل الات it هي word وال n ضمن word فالاي بتكون small letter فدائما الاي برجع بقول اذا كانت مكتوبه لحالها وين ما كانت ان شاء الله تكون باول السنتنس بمنتصف السنتنس او بنهايه السنتنس الاي مجرد ما ذكرتها لحالها لازم اكتبها ب كابيتالايزيشن uh, 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 يعني مثلا شوف الاكزامبل شو بدي اقول اذا بدي اقول اي ثينك اي لاف يو فلاحظ اول شيء اي كتبتها لانه هي اي كتبتها كابيتالايز لانه هي ببدايه السنتنس اي ثينك اي لاف يو فأنا إذا بدي أقول بهالطريقة I think I love you فأكيد السنتنس خطأ ليش؟ لأنه الآي إذا بتلاحظ بـ I love you الآي هي لحالة مكتوبة فمش مفروض أكتبها بسمول letter لازم أكتبها capitalized طبعا عامل في شيء كتير مهم لازم نعرفه نحن إذا بدنا نكتب أي وورد فايل على أي لابتوب في عندي الأوتو correction. الأوتو correction لحاله بيقلب لك السمول ليتر الآي إذا كتبتها لحال لكابيتال لتر بس بالبي تي اكزام ما في اوتو آه كوركشن يعني اكيد بدي انتبه في طلاب شو بيفكروا عامر انه خلص بما انه انا باللابتوب لحاله حيحط لي النقطه لحاله حيعمل كابيتالايز لحاله لا انت مش عم تستخدم اللابتوب للاغراض الشخصيه فبالبي تي اي اكزام بيلغوا تفعيل هيدي الميزه بالرايتنج فاكيد انا بدي اقول بدي يكون حذر وما فكر انه اللابتوب لحاله حيعمل اوتو Correction أو auto-capitalization طيب now this is another example so notice that we W is capitalized because it is in the beginning of the sentence we keep a tree in our house for Christmas فلكريسمس هو national day أو holiday لأنه national day أو holiday فأنا لازم شو؟ لازم السي أكتب أكيد capitalized المشكلة أنه بروح علامات منيح بنفكر أنه الكابيتاليزيشن كتير موضوع سخيف أوكي okay. now the rule for in capitalization all the time عامر I have to capitalize the nicknames أي nickname أنت بتكتبه لازم تكتبه capitalized لاحظ دكتور مستر ميسز، مس، أو بروفيسور على سبيل المثال هاي بروفيسور البي أكيد لازم تكون capitalized هاي hey, بروف وفول ستوب هاي النيك نيم للبروفيسور انجينير لاحظ اي ان جي اختصار لانجينير يمكن ابعت ايميل اقول اي ان جي محمد فور اكزامبل يا مهندس محمد فانا بقول اي ان جي هاي النيك نيم وبعدين بقول محمد فالاي e لازم تكون كابيتالايز ليش؟ لانه هي نيك نيم والاهم من الكابيتالايزيشن عامر من النيك نيمز بعد النيك نيم بدي احط فول ستوب يعني دكتور اول شيء بدي أه بدي اكيد طبعا عامر ما ننسى انه الام الحرف الاول بده يكون كابيتالايز هاي متفقين عليها وبنهايه النيك نيم بدي احط الفول ستوب اوعى اكتب اي نك نيم بلا فول ستوب كمان احاسب عليها بالبنكتويشن ماركس كما او بوينت او اثنين ما بعض لا الكوما هاي اذا بدك انت بعدين تضيف معلومات انت ما شو بدك بالكوما يعني مثلا اذا بدك تقول مستر عامر خليني اعطيك مثال إذا بدي أقول مستر عامر، أنا إذا بدي ابعت إيميل المفروض الأوبننج ستيتمنت لازم مثلاً أكتب لك جريتنج أو أشير لإسمك الكامل فلازم ببداية الإيميل على سبيل المثال كأوبننج ستيتمنت فلازم أقول مستر عامر، أكيد ما بتزبط إنه فوراً أطلب منك الطلب بالإيميل فوراً، أول شي لازم أشير للاسم وحييك greetings إلا like hello إلا like have a nice day أو something like that so Mr. عامر أول شيء بمستر Mr. أنا كتبت الام M capitalized لأنه هاي نيك واحد فبعمل مستر وبحط نقطة وبرجع بعمل space بعدين بقول عامر بكتب مستر عامر كومة بنزل لتحت today I want to tell you that today I want to tell you that وبكفي أنا الإيميل إلى ما آخر الورد فلاحظ عامر أنه أول شيء مستر هي نكنيم هاي واحد اثنين بعد المستر لأنه نكنيم الام لازم تكون كابيتالايزد هاي اثنين أكيد بعد أي نكنيم بدي أحط فول ستوب وبعد الفول ستاب بده يكون في سبيس مو فورا انا بكتب الاسم ولاحظ عامر انا كتبت الاي A الاولى اي A لانه ليش؟ لانه هو بر برناون خلص اسم علم بما انه اسم علم لازم اكتب الحرف الاول كابيتالايزد اوكي سو ما خصني انا بالكوما بس بالكوما اذا أه 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 بدي اشير لشيء بعد ما انهيت كلامي فاكيد انا لازم اكتب الكوما طبعا عامر بصراحه لازم نشرح البنكتويشن ماركس يعني كثير مهمين انت تحاسب على النقطه وتحاسب على الكولون سيمي كولون برانثيسز براكيتس اول بنكتويشن ماركس ار امبورتنت Okay now let's try to check this example. This example is saying last Friday أول شيء أنا عملت capitalize للإل لأنه بداية sentence. وفرايداي الإف هي capitalize لأنه اسم يوم. وال I لاحظ لأنه كتبت لحالها لازم أكيد تكون capitalize مثل ما شرحت لك بالرول. So last Friday I went went عادية to doctor. هلا doctor هي nickname. فأكيد الD لازم تكون capitalize. خلصت بدي أكتب coma إجباري. بعدين بحط space وبعدين بذكر الاسم لاحظ جونز أكيد الجي هي capitalized لأنه اسم علم for a check up so always capitalized titles أو nicknames like doctor mrs, mr, miss professor, engineer okay okay last so... friday لو كانت بنص الجملة last ايوة برابو small letter لا ليش إذا بنص الجملة مش ببداية الجملة خلص بنص الجملة no. الإل بدها تكون سمول سمول اه اوكي يعني مثلا ساوث كينج ساوث كينج ونورث كينج ساوث اجت كابيتال والنورث اجت لا ساوث كينج هي اسم مكان يا يا عامر ساوث كينج ونورث كينج اسم مكان اوكي okay. مثل مثل صيدا أنا إذا بدي أقول صيدا على سبيل المثال أو زحلة فالزد بدها تكون كابيتالايزد ليش؟ اسم مكان أوكي. اوكي فاكيد اسماء الاماكن اي اسم مكان الفينيوز انا بدي اكتب الحرف الاول كابيتالايز فالساوث كينج هي اسم مكان اوكي اوكي عامر في شيء كمان مهم مش بس الاسم حتى حتى يعني مثلا انا اذا بدي اكتب جامعه آآ آآ اريزونا على سبيل المثال فانا شو بكتب شوف شو بكتب كيف جامعه كله بدي اعمله كابيتالايز يعني مش بس الاريزونا يعني عامر مشان تفهم علي بالمية بالمية شوف كيف بدي اكتب جامعة اريزونا بدي اكتب اريزونا شوف كيف كتبتها اريزونا ستيت اوف يونيفرسيتي اوف يونيفرسيتي لخبرك ليش الساوث كينج اجت كلها كابيتالايزد اريزونا ستيت اوف University عامر الاي كابيتالايزد والاس كابيتالايزد واليو كابيتالايزد خلص اسم مكان فبالاسم المكان حتى لو كانوا 100 وورد فكلهم بدي اعمل لهم كابيتالايزد طبعا ما عدا حروف الجر اكيد دائما عامر حروف الجر والارتكلز يعني الاي والان والذا ما تعمل لهم كابيتالايزد بالمره الا اذا اجوا اول السنتنس فقط اوكي okay. آه أنا أنا هلا بعدني عم بحكي بأسماء الأماكن عامر ما رحت على الـ بشكل عام، بشكل عام مش لازم أنت تعمل كابيتالايز لا للأي ولا للأس ولا لليو بس لأنه اسم مكان وأحياناً أسماء المكان بيجوا أسماء مركبة، أسماء طويلة، يعني من أربع أو خمس حروف، حتى لو كانت من أربع أو خمس حروف كل الحروف الأولى يجب أن تكون كابيتالايزد، طبعاً أكيد ما عدا حروف الجر وما عدا الأرتيكلز، فلاحظ انا لما كتبت اريزونا ستيت اوف يونيفرستي هاي الورد الاي كابيتالايزد الستيت كابيتالايزد اليونيفرستي كابيتالايزد ما عدا شو؟ ما عدا حرف الجر أوب. وحرف الجر اصلا ما بنعمله كابيتالايز الا اذا نذكر باول السنتنس وبصراحه مستحيل حرف الجر نبلش اي سنتنس بحرف الجر فما تعمل كابيتالايز للبروبوزيشنز بالمره اوكي طيب على فكره هالملف ناقص ليش ناقص ما بعرف بعد في رولز الكابيتالايزيشن مش موجوده بهالفايل طيب اوكي آه، طبعا في في اسماء العناوين بدي انتبه لاسماء العناوين في كابيتالايزيشن آه، بس لا اتذكر وين انا حاطه هال اه حاطه بالبنكتويشن ماركس لابرم على البنكتويشن ماركس ااا بنكتويشن بنكتويشن هذا سيزت برافو آه، لازم يكون عندي كابيتالايزيشن كابيتالايزيشن برايك ويشين مارك وين أنا حاط الـ آم... طيب لأتذكر لا إذا آه يمكن هون موجود الفايل آم... أوكي آم... اه عامر طبعا مش بس التايتلز النيك نيمز لاحظ المستر كابيتالايز وال... ولا المانث مثل فبروري والديز مثل ال... ال... الماندي والثيرزدي وحتى الميجرمنتس الميجرمنتس هلا الميجرمنتس مش مفروض اعمل كابيتالايز بس انا لازم اخبرك على الادريسز العناوين العناوين اسماء شوارع ولا اسماء طرق ولا اسماء محلات كلهم بده يكونوا كابيتالايز يعني لاحظ رود رود تشارلز for example ستريت جون for example افينيو كورت محكمه بوست اوفيس فكل العناوين حتى العناوين they should be capitalized اوكي رود وستريت لحولهم ما بينعمل لها بس بكون معهم تعريف آه أجلس. ايوه ايوه بده يكون في اسم شارع وبده يكون في اسم طريق وحتى اللي بدك الاسم الطريق والشارع اللي بدك تكتبه بده يكون كابيتالايزد يعني <applause> مثل رود بدنا نفترض انه رود تشارلز فلاحظ رود هي المفروض تكون كابيتالايزد وحتى تشارلز المفروض السي كمان تكون كابيتالايزد <applause> 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 اوكي أه... مره كنت عم اقدم على منحه دراسيه عم خبروني انه الميتينغ بده يكون بجامعه هيجازيون فكتبوا كتبوا بالضبط هيجازيون يونيفرسيتي افينيو اكيد هيجازيون الاتش بدها تكون و ويونيفرسيتي اليو بدها تكون كابيتلايزد والافينيو لانه عنو عنوان كمان الاي بدها تكون كابيتلايزد فدائما اسوء اسماء العناوين مثل الشوارع الشقه الطرق فلازم يكونوا كابيتالايزد فهي الرول مش مذكورة بال بال بالدرس اللي هلا أخذناه فبليز بي be careful okay? okay so this is the uh, rules about capital... capitalization please keep them in your mind okay. okay now I think it's the time to go back just to discuss writing the essay طبعا عامر أكيد هلا بعد ما نشرح الأسئل بدي أشرح لك punctuation marks ما في مفر يعني punctuation marks إلهم علامات أكثر مما منتخيل فكتير مهم punctuation marks فخليني أشرح essay writing the way that I have to write essay then I have to tell you exactly how to use the punctuation marks مثل slash مثل ال question mark الكوما وكمان ااا وهي ااا slash عن جديد Parenthesis colon, سيمي I have to use them correctly الـ الداش، هاي داش ليش استخدمتها إذا عندي days أكيد كلهم له الـ rule ولازم أعرف الرول rule لحتى تطلع البيس piece of writing صحيحة 100% okay. now in the test you have to write the essays twice maybe once or maybe twice in the writing the essay absolutely you will have a prompt نحن بنسميه prompt هاي اسمه prompt أو question of the writing of the essay and you have to write the essay about the prompt. Now you have only 20 minutes to plan for your writing وطبعا عامر في شيء انا كثير بنصح الطلاب فيه. دائما ريفيجن هي كثير مهمه، يعني خصص من 3 ل 4 minutes لترجع تتاكد من الاسي، انا عامر يمكن كاتب بصراحه مئات الالوف من الاسي بزماني، لهلا اذا بدي اكتب اساي بخربط. شو السبب عامر؟ السبب انه انت نحن مخنا عامر مبرمج لحتى يركز المخ على مهمة واحدة فقط فمخك مبرمج انت لما تكتب الاساي انت يا اما لازم تركز على الجرامر يا اما لازم تركز على الايديز مستحيل تقدر تركز على اثنين برجع بخبرك فانت شو بتعمل لما لما تكتب اسي لما تكتب اسي بتكون عم تركز على الايديز على الانفورميشن انت واجبه هلا مخك يساعدك لحتى تكتب الانفورميشن خلصت طبعا انت ما عم تفكر بالجرامر بتكون عم ترتكب الاخطاء بلا شعور لما تخلص اذا بدك تراجع الاسي انا مأكد حتكتشف اخطاء انت مستغرب كيف مرتكب هاي الاخطاء انا بتصير معي كل يوم بالكلاس دائما بالكلاس لما اكتب اسي بنبهوني الطلاب طبعا بنبهوني وانا عم بكتب بيقولوا تيتشر انت هون ارتكبت خطا لازم تكتب از مش ار فانت بتقول معقول تيتشر يغلط بالاز والار اكيد لانه انا مش عم بكون عم ركز بالجرامر انا بكون عم ركز بس بالايديز واحيانا شوف شو بصير في عامر لما خلص الرايتنج ارجع خطوتين لورا راجع الاساي قبل الطلاب ما يكتبوه على نوت بوك بكتشف الاف الاخطاء وبكتشف اخطاء سخيفه جدا السبب انه انا ما بكون مركز على الجرامر فنصيحتي عامر لازم نعمل ريفيجن انا صارت معي بتوفي اكزام بتشوف الاكزامز حسب بحس بال اه بحس بالاسي انه ما بيهم انه انت شو عم تكتب مزبوط او لا بس على فكره الطريقه مك... مكتوبه الطريقه او على فكره مذكوره هالتب برافو عليك عامر هالتب مذكوره على فكره دي سيدت. اوكي خلينا نقرا التبس آآ 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 لحتى نعرف شو المفروض نعمل طبعا نصيحه عامر لا نكتب اقل من 200 ووردز ولا اكثر من 200 ووردز طبعا اللاين اللي بدك تكتبه عاماً بيكون بيكون مبرمج تقريبا لحتى تكتب 10 words فهن حيحسبوا اللاينز مش الووردز يعني على سبيل المثال انا اذا بدي احسب لك هالباراجراف بدي اقول 10 20 30 فاللي بده يصلح لك الرايتنج مش حيقول 1 2 3 هيك بده يقضي وقت كثير فهو حيحسب لك اللاينز حيقدر انه كل لاين بيوسع 10 ووردز اوكي طبعا برجع يعني المفروض في... ما لازم نكتب اكثر من 10 باللاين برافو مش المفروض نكتب اقل من 20 ولا اكثر من 30 لاينز اوكي واكيد أو مثل هيدا اللاين الناقص كثير طلاب بخبروني طب تيشر انا بعتك بلكي كذا بنص لاين شو اعمل؟ كمان اكيد النص يحسب على اساس نصف وبرجع بطبقه على نصف اخر القارئ لتصير 1 لاين. So please keep this in your consideration. اوكي okay. So now in writing the essay you need to write about the question يعني عامر ما نطلع عن التوبيك ما تطلع عن التوبيك بالمرة أكيد إذا بدك تقول أوف رود أنت حتخسر علامات كتير فستيك with the topic please نحن حكينا عن اليونتي بالبيس اوف رايتنج عامر، اليونيتي هي انك تكون كل الاسي بتحكي عن افكار معينه فقط، ما تطلع عن الاسي، ما تكتب افكار خارجيه والا اكيد حتخسر ماركس. So stick with the questions you will be asked. Now in topic there are two questions so you must answer both of them. ما نسهى وما نكتير نشطح بال uh, writing فلازم نجاوب على الquestions يعني هيدا question عامر question mark وهيدا question فانت بدك تجاوب على الquestions اللي بيكونوا ذاكرينا بال essay please don't be off. Okay read the questions carefully. please read the topic carefully لحتى تعرف حالك أنت شو بدك تجاوب now make sure about what you have to write for example the topic one uh, is about uh, second sentence okay now think carefully about the question before you start في شيء عامر اسمه الـ outline the outline أهم من الأسئب صراحة the outline هي إذا بدك تكتب outline صدقني أنت كتبت 70% من الأسئب نحن بنتجاهل الاوتلاين وانا جربت اتجاهلها مره وما جبت الباند المطلوب بالتوثال اكزامت الاوتلاين من اهم ال tips you have to apply واكيد حخبرك شو هي الاوتلاين وكيف نكتب الاوتلاين وشو اهميه الاوتلاين so think carefully about the question sometimes it helps you to rewrite the statement for example should the schools prepare okay let me go down to the next uh tip about writing the essay ah this is it okay uh, let me go up okay analyze the topic now analyzing the topic first analyze the essay task then you have to identify the words in the general topic look at the particular aspect topic look closely what to do agree or disagree okay uh use your erasable notebook okay now use your outline. So this is the first step you have to keep in mind. Use your outline. You have to write an outline just to know what you are writing about. Now you have to support your writing by writing your opinions, reasons and examples. Hi in writing the essay Remember that it doesn't matter what your opinion is as long as you agree it clearly. with the support idea. أكيد أنا بأيدك على اللي بتقوله. اوكي، okay, save a few minutes to check your writing، please أم عامر لازم على الأقل من 2 ل 3 minutes لازم تعمل revision لأنه بأكد لك 100% حترتكب الأخطاء مهما كنت محترف. مهما كنت محترف. اوكي، okay. هلا خلينا نروح عامر على الطريقة الأفضل والمثلى لحتى نحن نكتب الأساس صح. بصراحة عامر طلاب بفكروا انه انا شو ما كتبت بالاساي بتزبط وكيف انا المهم انه جاوب على الكويسشنز خلص بتزبط، لا مش هيك، انت ما تنسى انه انت هلا باكاديميك اكزام، اكاديميك اكزام انت شو يور رايتنج شود بي اكاديميك فانت لازم تكتب بطريقة أكاديمية، مش بطريقة عشوائية، وهي الطريقة عامر هي بتختلف بتختلف كلياً عن الطريقة اللي تعلمناها بسكول، اللي تعلمناها بسكول شي واللي بالأكاديميك رايتنج شي تاني مختلف كلياً، فأنا لازم أحط هالشي بعين الاعتبار، مش عشوائية مش بالطريقة اللي أنا بدي إياها، مش مش مثل ما نفكر نحن، أوكي، هلا شو هي الطريقة المثلى لحتى نكتب أفضل أسي ب البي تي اي اكزام طيب اول شيء عامر لازم نبهك على شيء في عندك فقط نوعين من الاكزامز بالبي تي اي اكزام يا بتكون ارجيومنتاتيف ارجيومنتاتيف يعني جدلي انت بدك تجادل بالأساي او بتكون اجري او ديس اجري يعني انت يا اما بتوافق على هالتوبيك يا اما ما بتوافق على هالتوبيك هلا خليني خبرك شيء عامر كثير مهم بما انه عندك سؤالين انت بالاساي فمعناها يا اما بدك توافق يا اما ما بدك توافق يا اما قادر على فكره انك توافق وما توافق بنفس الوقت يه معقول تزبط انه وافق وما وافق اكيد مش معناه انه انا كليا لازم وافق على الكويشنز ومش معناه انه انا كليا لازم ما وافق على فكره قادر انت توافق وما توافق بنفس الوقت يعني مش شرط انه انت توافق 100% او ما توافق 100%، اكيد حاشرح لك كيف. ايوه برافو عليك، اكيد. طيب، شوف الاكزامبل شو بيقول؟ Some people، لما تقول some people يعني مش اول بيبل عامر، لا كل الناس بيوافقوا ولا كل الناس ما بيوافقوا، يعني ناس بيو بيقولوا ايه وفي ناس بيقولوا لا. Some people بعض الناس believe that at the end all jobs كل المهن will be taken by smart robots. في ناس بتفكر انه بالمستقبل القريب كل المهن لاحظ كل المهن حتكون مسيطر عليها من قبل الروبوت من قبل الروبوتات الذكية What is your opinion? يا ترى انت بتوافق Do you agree or disagree with this topic? Okay. أهم شيء عامر أهم شيء انت لازم تذكر reasons ولازم تذكر examples أنا حاشرح أهم الرولز بالرايتنج essay انت هون واجبك واجبك انك تكتب ريزنز واجبك انك تكتب اكزامبلز وخد نصيحه عامر بالاكزامبلز لازم تكتب عن انت تجاربك بالحياه ومحيطك فقط يعني اعطيك مثال انا بتذكر لما قدمت على تو في الاكزام كان التوبيك حول التعليم التعليم هلا عم بينقلم ديجيتال فشو رايك بالتعليم التعليم الاونلاين حيسيطر عليه بال مستقبل كله حيكون اونلاين او ديجيتاليزد او حترفض هالفكره ويضل في ان بيرسون ويضل في كلاسز ويضل في رومز. الخطا اللي ارتكبته انا عامر لما اعطيت مثال اعطيت مثال عن التعليم باليابان. فانا قلت المدارس اليابانيه في كتير من المدارس اليابانيه لهلا في روبوت، في روبوت عم يقدم بالسكول، والروبوت واجبه عم يشرح وبصراحه الروبوت بمحلات عم بينجح اكثر من البشر. هلا انا ليش خسرت كثير علامات آآ 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 عامر؟ طب انا وين عايش؟ عايش بلبنان، طب ليش ما بعطي اكزامبل عن المدارس بلبنان؟ ليش عم بروح على اليابان ولا عم بشطح بالفيتنام ولا عم بروح على الفلبين؟ يا عمي خليك بمحيطك، خليك اباوت يور نولج، خليك اباوت يور اكسبيرينس. فهي النصيحه اللي بدي انصحك يا عامر، اذا كان التوبيك عن الـ الـ المشافي بتحكي عن المشفى بمنطقتك، عن سكولز، احكي عن السكول اللي انت فيها، عن اللايبراري يعني اه يحكي بشكل مبسط مكتوب، آه برافو ودائما تكون من المحيط ومن تجاربك الشخصية عامر ما ما تروح لي على أماكن بعيدة كتير يمكن بحياتك ما عشت بها المحلات فهمت شو بقصد عامر؟ أوكي. هلا بعد أوكي. كلمة أول المفروض على طول يجي بلورال؟ آه عطولي جي لورا لا لا أكيد مش شرط مثلا كل المعلومات اللي أرسلتها البارحة مهمة كيف بدي أقولها بالإنجليش؟ يا عامر والله أنا أخصك كثير طيب شوف خليني هلا اعطيك example انت قلت انه الاول ال determiner all مثل السم وال المفروض كله يكون plural طيب شوف example all the information كل المعلومات all the information that I send التي ارسلها مهمه هلا شو هو الفيرب verb is ولا are؟ uh, information is آه. ايوه برافو oh, از oh. لانه انفورميشن أه لا ليش ليش ار oh, okay. از عامل انفورميشن oh, okay. هو ان كاونتبل ناون يعني ان كاونتبل ناون يعني ناون لا يقبل اس واي ناون لا يقبل اس بدي عامله معامله السنجولار بدي عامله معامله المفرد okay. اوكي طيب all the information that I sent is important طب ما انا قلت إز مع انه شوفي عندي عامر مع انه عندي all فانا بدي انتبه مو على طول دائما عامر انا بدي احكم الاز والار مش على حسب الديتيرمينر انا والله ما خصني الـ انا خصني الناون فقط اذا كان الناون سينجلر سينجلر verb بلورال بلورال فيرب اوكي ومثله مثل الشوجر شوجر ان كاونتابل ناون يعني اذا بدي اقول اول ذا sugar ذات اي بوت كل السكر الذي اشتريته ما كان كافي اول ذا شوغر that i bought is not enough for today that i bought is not enough فأكيد أنا قلت is لأنه sugar هو uncountable all the water كمان ال water uncountable is all the oil all the water all the air all love all the music all فكل ال uncountable nouns بدي عاملها معاملة singular ولاحظ أنا قادر كلهم استخدمهم معهم all فمش شرط الاول يا جماعه على طول بلورال الاول مجرد ديترمينر يعني حتى لو بدي اقول سم انفورميشن سم ما هي determiner وفي طلاب بيخبروني كمان السم يا تيتشر بدي استخدم مع بلورال كمان لا يعني سم information that يو سنت انفورميشن كمان بدي اقول is important فالديتيرمينر ما خصه يا عامر خصه للإسم فقط يلي هو الناون اوكي okay so let's go back to the prompt okay for the prompt we all some people button us